تفاصيل المشهد في الهرم. لكن قبل ما خالد ينضم إلينا خلينا نعرض على حضراتكم جزء من التحركات اللي كانت موجودة النهاردة في منطقة الهرم، واللي ظهر فيها بشكل واضح جدا استخدام جماعة الإخوان المسلمين للألعاب النارية، للأسلحة النارية أيضا. كان المشهد الحقيقة مشتعل للغاية في شارع الهرم، شفتوا حضراتكم على مدار اليوم. دي بداية تحركاتهم في منطقة الهرم، خرجوا في مسيرات، كانوا رافعين شعارات ضد الدستور اللي سيجرى الاستفتاء عليه. تحركوا زي ما حضراتكم عادة، تحركاتهم في البداية بتتسم بالهدوء، ثم بعد كده يدخلوا في اشتباكات مع الأهالي من ناحية ومع قوات الأمن من ناحية أخرى. زي ما قلت لحضراتكم أشعلوا عدد كبير جدا من إطارات السيارات ودخلوا في مواجهات مع قوات الأمن. كان في اشتباكات عنيفة للغاية ما بين الإخوان والأمن بشارع العريش بعد ما قاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات وقطعوا الشارع اللي خلى تماما من المرة النهاردة. كان في إغلاق، الملاحظة الأساسية النهاردة في منطقة الهرم إن كان في إغلاق لكافة المحال التجارية، كان في عدم يعني ما فيش حركة خالص في الشارع، واضح ان الناس كانت لديها مخاوف كبيرة جدا من تحركات الاخوان النهاردة في الهرم. حصلت مطاردات ما بينهم وما بين قوات الامن زي ما حضراتكم شايفين، الصور دي صور حصرية لنا من التعزيزات الامنية الشديدة اللي شهدتها منطقة الهرم النهاردة لمحاولة السيطرة على تحركات الاخوان في الهرم. تحركات الإخوان ما اقتصرتش فقط، أو مسيراتهم وتظاهراتهم ما اقتصرتش فقط على القاهرة والجيزة، لكن كان في عدد من المحافظات المشتعلة للغاية. للأسف شديد السويس واسكندرية كانوا من المحافظات المشتعلة، هنتابعهم مع حضراتكم بعد قليل. لكن محافظة الإسماعيلية أيضا شهدت خروج لمسيرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين. السمة الرئيسية لمعظم تحركاتهم من امبارح للنهاردة هو حرق إطارات السيارات في الشوارع لمحاولة إشعال الموقف، وكأن هناك مواجهة كبيرة تدور. جماعة الإخوان المسلمين صعدت طبعا من تحركاتها النهاردة، خرجت المسيرات المنددة بالاستفتاء والدعية لمقاطعته، وكمان دعوا في هذه التظاهرات إلى ظهور الرئيس المعزول محمد مرسي، لأنه طبعا لم يظهر في جلسة الثانية لمحاكمته. وبالتالي كانت المسيرات بتركز في عدد من المحافظات زي ما أنتم شايفين على استخدام إطارات السيارات في الحرق بشكل واضح، وأيضا التحركات كانت للحشد بلا ضد الدستور. كان في تحركات أيضا في المانيا، وكان في تحركات في السويس، وكان في تحركات في الأسكندرية، وفي أنباء كمان عن وقوع قتلى في السويس، أنباء عن وقوع قتيلين، والأسكندرية قتيل أيضا، هنتأكد من هذه الأنباء بعد قليل. لكن كان في كمان دعوات للإخوان المسلمين بالحشد والنزول إلى الشوارع وعدم أو شل أجهزة الأمن في قدرتها على إحكام السيطرة قبل أيام قليلة من إجراء الاستفتاء على الدستور. كان في كمان صورة من التحركات الخاصة بالإخوان، هم بادئين يستخدموا سلاح خاص اسمه أو يعني بيطلق عليه قذاف المولوتوف. قذاف المولوتوف ده بيتم الاعتماد فيه على إحداث حرائق أو تدمير كبير جدا عن طريق رميه إلى مسافات بعيدة. هم بيحاولوا يستخدموا هذا السلاح أو بيدعوا لاستخدامه، زي ما حضراتكم شايفين ده استخدام لهذا السلاح من خلال إطلاقهم للمولوتوف. خلونا نشوف بس جزء عشان أوضح لحضراتكم الفكرة، جزء من السلاح اللي بيدعوا لاستخدامه. هاكو ها ركبها ركبها. Thank you.
قذائف المولوتوف اللي بقول لحضراتكم عليها، وبتثير تدمير كبير جدا لمسافة 100 متر لأنها بتعتمد على قوة الدفع الناتجة من استخدام الأكسجين وطفايات الحريق. هو ده اللي الإخوان بيحاولوا يستخدموه كسلاح جديد. زي ما قلت لكم السويس كانت من المحافظات المشتعلة للغاية في المواجهات، وكانت هناك أنباء عن سقوط قاتلين للأسف الشديد في محافظة السويس. هنتابع التفاصيل مع زميلنا رأفت إدوارد مراسل الدستور في السويس. مساء الخير يا أستاذ رأفت. سلام يا فندم. إيه اللي حصل في السويس النهاردة، وهل هناك ما يؤكد وقوع قاتلين في الحقيقة النهاردة في المواجهات ما بين الإخوان وما بين قوات الأمن؟ فعلا أثرت الاشتباكات اللي شهدتها السويس اليوم عن مسرع 2 بطلق ناري وإصابة 7 آخرين ما بين طلق ناري وخرطوش، ما بين اشتباكات أنصارهم من مؤيدي الرئيس المعزول مع الأهالي والأمن. يعني حضرتك بتقولي ان القاتلين دول الاثنين اللي ماتوا دول في السويس كانوا بطلق ناري؟ اه بطلق ناري على حسب تصريحات مصادر في مديريه الامن. تحركات الاخوان النهارده هل تم فيها كما تقول بعض وكالات الانباء استخدام للاسلحه الناريه للمولوتوف للخرطوش؟ يعني عايزين نعرف التحركات النهارده كانت عنيفه ولا كانت هادئه؟ هو البدايه حدثت اشتباكات في محيط مسجد حمزه مدينة الصباح عقب صلاة الجمعة ما بين الإخوان وأنصارهم وبين الأمن. قاموا المتظاهرين بشعار الإيران في طراز سيارات وسط الطريق مما أدى إلى إغلاقه، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب النارية والخرطوش. وقامت قوات الأمن بالتدخل ومطاردتهم بالقنابل المستهلة للدموع لتفريقهم، وبعد كده فروا إلى الشوارع الجانبية وتمكن الأمن من السيطرة على الموقف بفتح الطريق مرة أخرى. ثم اندلعت الاشتباكات مرة أخرى في حي فيصل بين رجال الإخوان، كانوا هتكون ضد الجيش وضد الشرطه وضد الاستفتاء، ورافعين العلم الرئيس المعزول، وادى الى ذلك الى التصادم بين الاهالي، ودخلت قوات الامن واطلقت مره اخرى قنابل مسيله للدموع لتفريق المتظاهرين بعد سماع اصوات طلقات ناريه وخرطوش والالعاب الناريه. للاسف الشديد زي ما حضرتك اكدت يا استاذ رأفت ان في قاتلين في السويس بطلق ناري نتيجه المواجهات ما بين الاخوان وما بين الامن، وانت قلت لنا على الهواء الان ان تم استخدام قوات الامن القنابل المسيله للدموع بعد سماعها لطلقات اعيره ناريه. للاسف الشديد توفي على اثرها قاتلين في السويس. السميل رأفت إدوارد مراسل الدستور من السويس، شكرا جزيلا لك. هرجع تاني لمنطقه الهرم لانها المنطقه اللي كانت موجودة في بؤرة الأحداث النهاردة في تحركات الأخوان، كانت الأوسع في التحرك والأكثر عنفا أيضا. هنضم إلينا الزميل خالد أبو عرب على الهواء مباشرة ليرصد لنا المشهد. مساء الخير يا خالد. أهلا، مساء الخير رشا. إيه اللي حصل في منطقة الهرم، وهل عادت الأمور إلى طبيعتها؟ هل هناك حالة من استقرار الأمن الآن في الشارع في الهرم؟ نعم رشا، الهدوء هو سيد الموقف حتى الآن في شارع الهرم، وأكثر من شارع متفرع من شارع الهرم. ربما كانت الاشتباكات في شارع العريش وشارع عز الدين عمر وشارع وأيضا منطقة العمرانية، في مناطق كثيرة جدا كانت هناك تحركات لأنصار تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن عادت حركة المرور مرة أخرى أمام السيارات وأمام المارة أيضا، بعد أن شهدت هذه المنطقة اشتباكات عنيفة جدا ما بين أهالي هذه المنطقة وأنصار تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا بين قوات الأمن وأنصار الإخوان. ربما بدأت هذه الاشتباكات، كانت هناك مجموعة كبيرة جدا من المسيرات انطلقت من عدة مساجد بعد صلاة الجمعة مباشرة، يمكن من مسجد الصباح كانت هناك مسيرة تضم المئات، وأيضا من مسجد خاتم المرسلين انطلقت مسيرة أيضا لأنصار الإخوان عقب صلاة الجمعة. ولكن عندما بدأت تتجه المسيرات إلى الشوارع الجانبية بدأت الأهالي في مواجهة هذه الأعداد وقاموا بالاشتباك، وأيضا هذا كانت هناك عمليات من الكر والفر في الشوارع الجانبية بعد أن بدأ أنصار الإخوان رشق الأهالي بالحجارة وتبادلوا إلقاء الحجارة بينهم وبين بعض حتى وصل قوات الأمن وسيطرت على الموقف. ربما أصيب أكثر من 5 أشخاص حتى الآن في الطرفين على مدار الاشتباكات التي امتدت لساعات طويلة بعد ظهر اليوم. أيضا ألقي القبض على حوالي 14 من أنصار الإخوان أو مثير الشغب الذين كانوا في مواجهات طيلة اليوم مع قوات الأمن. بالنسبة لقوات الأمن فضت أو نجحت في فض مسيرة انطلقت من مسجد الصباح كانت في طريقها للالتحام مع مسيرة خاتم المرسلين، وتمكنت قوات الأمن بمساعدة الأهالي من إلقاء القبض على مجموعة من عناصر المثيرة للشغب كما ذكرت.
وأيضا كانت الأعداد التي نزلت اليوم بحسب مصادر وبحسب شهود العيان كانت تحمل أعيرة وخراطيش وأيضا زجاجات مولوتوف. هذه بحسب شهادات كثير من شهود العيان أكدوا لنا هذا، لم نرى هذا بعيوننا ولكن كثير من شهود العيان أكدوا لنا هذه الأخبار. خالد، المنطقة العمرانية كانت من المناطق اللي شهدت الشبكات عنيفة جدا ما بين الأهالي وما بين الإخوان من ناحية وما بينهم وما بين الأمن من ناحية تانية. هناك أنباء عن وقوع عدد كبير جدا من الإصابات في منطقة العمرانية، هل عندك معلومات تفصيلية حول هذا الأمر؟ نعم، عقب مسيرة خاتم المرسلين بالعمرانية كانت هناك اشتباكات ما بين الأهالي وبين أنصار الإخوان وأيضا بين قوات الأمن وبين الأهالي. كانت هناك مجموعة كبيرة من المصابين جاءت نتيجة اختناق وأيضا نتيجة رشق الحجارة أو تبادل إلقاء الحجارة بين الطرفين، ولكن لم تكن هناك إصابات صعبة أو خطيرة يعني بحسب مصادر. طيب، اتقال كمان ان في تحركات الاخوان النهاردة في شارع الهرم وشارع العريش كان واضح استخدام عدد كبير جدا من الاطفال في هذه المسيرات او في هذه المظاهرات، هل شفت ده يا خالد؟ عفوا لم اسمعك. في تحركات الاخوان في شارع الهرم وفي شارع العريش اتقال ان الاخوان استخدموا عدد كبير جدا من الاطفال في هذه المظاهرات او في هذه المسيرات، هل عندك معلومات عن هذا الامر؟ لم تكن الأطفال وحدها بل النساء أيضا، يعني كان هناك مشاركة نسائية كبيرة في هذه التظاهرات اليوم. أنا لم تكن الهرم فقط هي التي قمت بتغطية فيها ولكن تجولت في عدة مناطق، ربما في حلمية الزيتون أيضا كنت هناك منذ صباح اليوم. يعني كانت بالفعل بيستخدمون مجموعة من أو يعني يعتبرونها دروعا لهم في مواجهة قوات الأمن أو في أي مواجهات كانت. يعني بحييك يا خالد لان كنت لسه اسالك، لان عارفه انك انت كنت واقف في مسجد العزيز بالله وكان فعلا السمه الرئيسيه النهارده في تحركات الاخوان في منطقه الزيتون هو استخدام الاخوات المسلمات في التحرك بالصور الحصريه اللي انت صورتها لنا النهارده يا خالد. بشكرك يا خالد على مجهودك على مدار اليوم انت وزملائي الاعزاء اللي تابعوا تحركات الاخوان النهارده. الزميل خالد ابو عرب من منطقه الهرم يتحدث عن عوده الامور او عوده حاله من الهدوء الى منطقه الهرم بعد مواجهات واسعه ما بين الاخوان وما بين الاهالي في شارع الهرم في شارع العريش في منطقه العمرانيه، وللاسف الشديد كان هناك عدد من الاصابات وقعت اثناء هذه الاشتباكات. الدكتور القرضاوي الشيخ القرضاوي بيواصل زي كالعادة كل جمعة خطبته اللي بيركز فيها على نقطة أساسية، إن المشكلة الرئيسية للدكتور محمد مرسي كانت إن هو كان حس